سان داونز وتصريحات موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز، هو ذكي شويه في تصريحاته حتى المؤتمرات الصحفيه قبل كل مباراه من المباراتين. يعني ازاي تعامل مع التصريحات دي؟ هل هو كان مدرك ان مستر موسيماني مثلا بيركز في الجانب النفسي شويه في التصريحات، ان هو يشيد جامد قوي بالفرقه قدامه؟ ده يمكن احنا تعرضنا للدرس ده السنه اللي فاتت لما خسرنا منهم. ازاي كان بيفكر في الجزئيه دي؟ ولا ما كانش بتشغله؟ هو كان، لا كان طبعا واخد باله من التصريحات، واخد باله حتى تصريحاته، وهو فايلر كان بيرد بنفس الطريقه. فرقه كسبتنا السنه اللي فاتت في مجموعه ماتشين 5-1، وهم المرشح، هو برده بيرد بنفس اللي هو فعلا. يعني هو بيدرس شخصيه كمان المدير الفني، مش بس الفرقه اللي هيلعبها، مش الشكل التكتيكي، لا الشخصيه كمان. بالظبط بالظبط. بدايه موسيماني هناك في ماتش العوده خرج بقى عن هدوءه ده وانفعل، بالظبط كان باين جدا هو يعني كان حاجه لزوم حته نفسيه اكتر، مش ده طبعا يعني. بس هو يعني بصراحه فايلر ما بيتخطاش حته معينه مع المدربين يعني. حتى في ماتشات مع كابتن ميدو كان حصل مشاده، جه سلم عليه واتكلموا مع بعض عادي. هو ما بيحبش يعني، ما بيميلش للمشادات او مشادات. يعني ده جانب ايضا من الجوانب المهمه. قبل المؤتمرات الصحفيه هل هو بيبقى مثلا مرتب معاك في كلام معين، في اسئله معينه مش هينفع ارد عليها، نحاول نتجنب مثلا سؤال مثلا كذا كلام من ده، ولا هو زي ما يطلع السؤال من الصحفي؟